الجزيرة ذات قرن الدجال، أعاذ الله المسلمين من الدجل ومن الضلالة ومن الكذب. الدجال يا أخواننا يزعم أنه نبي، يعني الدجال إذا خرج في الناس لا يصرح بالكفر ولا يدعو عيانا إلى الكفر، بل يأتي الناس كما أتى أبوه إبليس، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، واضح؟ فإذا بدأ الدجال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ نبيا، فإذا طاوعه الناس زعم أنه رب الناس، ويأتي بالشبه بما لا قبل للناس به. قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم. فأمراء الأحزاب وأمراء الفرق والمتنطعون الذين بدلوا السنن قال: إن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، فاستخلفوا الله على أنفسكم وأنيبوا إلى الله وأسلموا له واتبعوا الكتاب والمرسلين. لو أن أحدكم سجد بين يدي ربه فأناب إليه أنه يسمع منها هنا ويسمع منها هنا فيلتبس عليه القول فسأل الله الهداية لهداه الله. أما الذي يصغى قلبه مرضاة لمن يحب فهذا ليس بدين. حتى من يسمع كلامي يا أخوان ويعجبه كلامي، لعل في كلامي لحنا أضل أحدكم، ولعل فيما قال أهل الفرق لحونا أضلت الناس، فلا حاجة لك بي ولا حاجة لك بهم، فعليك بمن استخلفه النبي علينا الله، فأنيبوا إليه وسلوه إن الله يهدي إليه من أناب.